أنا اتصلت بيه لما عرفت إن في مسيرة واقفة بره، اتصلت بيه. هو أساسا مش شغال وراح يدور على شغل، فربنا رزقه باليوم ده لغاية مثلا الساعة 2 حاجة زي كده. راجع في العربية بقول له: مين أنت؟ فين يا حبيبي؟ عشان الإخوان واقفين عند المزلقان بيضربوا نار. قال لي: بابا أنا داخل على المزلقان. السواق نزلهم، أنا بكلمه بخط خلاص كده، قطع الخط 5 دقايق. طبعا أنت عارف حضرتك من المزلقان لهنا كل الناس عارفانا. لقيت زمايله طالعين يجروا: الحق يا عم عماد، بس من ضرب هو شهرته بس مش مين. بعد كده عايز اقول لك، انا كنت عملت حادثه قبل كده، من ساعه الحادثه 2010 هو اللي بيشتغل، هو اللي بيصرف على البيت. انا ما فيش، ما عنديش اعصاب، ودلوقتي خلاص اعصابي باظت خالص، مش هقدر كده اشتغل بعدين. بص انا اتكسرت، هو الله يعني ما ينفعش طبعا. انا بطلب عمود زي كده عشان اخد الكيل اللي هو خد. أنا عايز حقي من الإخوان، من مرسي، من السيسي، من محمد إبراهيم، ومن الحكومة البابلاوي، يجيب حق الشهداء اللي نصابين اللي ماتوا، مسيحي ومسلم، كل ده أنا عايز حقه. أنا أب لكل الناس اللي ماتت وكل الناس اللي انصابت، أنا أب مكان كل أب اتحرق قلبه، أنا محروم زيه. يوم صعب خالص، كان يوم شفنا حاجات ما شفناهاش من بداية يناير 2011. كانت صعبة، احنا كنا هنا بالنسبة لنا المنطقة حلوة خالص وتمام، مفيش أي مشاكل. بس المعتاد اليومين دول كل يوم جمعة يعني بيبقى فيه مسيرات كده ومزارات اللي احنا عارفينها في كل حتة يعني من الجامعات وكده. حصل ان عرفنا ان في مسيرة جاية، فكالعادة الناس بتطلع وتحاول تدافع وتحاول تمشيهم. حصل بقى تشابك ما بين الطرفين، مش مسيحي لكن الاهل بتوع المنطقه، الاهل بتوع المنطقه مسيحي ومسلم ضد الفكره هذا وضد الناس دي. فحصل كالعاده هم طبعا بيبقوا مسلحين واحنا مش عارفين، او بنبقى ده الطبيعي بتاعهم يعني، بيبقوا مخبيين الاسلحه. لقينا في ولادنا مصابين وصلوا 7. طلبنا الامن اكتر من مره وبلغنا، لكن في التوقيت اللي كان فيه المظاهرات ناحيتنا هنا كان في النعام كان نصبوا خيام وعملوا منصة، وكان عايزين يعملوا رابعة من 2 في عين شمس. فاحنا لما اتصلنا قالوا لنا هنيجي بعد كده لما بنعاتب الأمن في القسم، قالوا لنا احنا التعزيزات اللي جات لنا طلعنا بيها على النعام. هما كان الأهم عندهم إن هما يشيلوا المنصة ويشيلوا الخيام، لكن برضو كان هنا كان محتاجين أمن، محتاجين أمن. وإحنا أوريدي متوقعين يبقى يوم الجمعة اللي جاي يبقى جمعة شرسة. فسمعت إن في جمعة الكنيسة وكده، فأنا ولادي الصغيرين موجودين هنا، فطبعا اتصلت بيهم فلقيت مراتي محجوزة هنا هي والعيال بيصوتوا في ضرب نار بره. فأنا جيت عشان أخدهم، اتفاجئت لقيت إن الإخوان جايين بأهوالي ضرب ضرب وحرق كوتشات وتكسير في محلات. وفي طبعا بعض الشباب بتوعنا هنا يعني صدوا لهم بالطوب والكلام ده كله، بس برضه هم معاهم سلاح. فغير ما جاتني طلقه آلي، طبعا عملت لي شرخ دخلت في الجنب من هنا 3 من هنا، فركبت شريحه و6 مسامير.